كل التحية لكل أهلوية في بداية حلقة جديدة من السادسة. أهلا وسهلا بحضراتكم. عنوان الحلقة النهاردة: لوغاريتم الأهلي والهلال، مباراة كانت خارج التوقعات. لو اتكلمنا كورة أو اتكلمنا على المستوى الفني، طبعا أنا عارف أن جماهير نادي الأهلي زعلانة، وخصوصا بعد المستوى الرائع والأداء القوي والشخصية اللي وضحت بشكل كبير جدا، والتطور اللي وصل ليه الفريق، وبصمة كولر اللي ظهرت في أربع مواجهات من العيار التقيل في ماتشات كأس العالم. كنا متوقعين انه المباراه صعبه، وكنا قارين سيناريوهات كتيره جدا، وخصوصا طبعا اللي متابعين السادسه عارفين ان احنا كنا بنتابع فرقه الهلال على مدار الفتره الاخيره قبل مواجهه طبعا وقبل حتى بدايه كاس العالم، وقلنا انه الهلال السنه دي غير. لكن السؤال يبقى السؤال الحقيقه: هل احنا اللي سمحنا للهلال يظهر بالشكل ده؟ هل تراجع المستوى الغير مبرر للاهلي الحقيقه يمكن ما ظهرش او ما راحش السودان؟ يعني حقيقه انه شبح الاهلي هو اللي كان موجود في المباراه. اسباب كتيره ممكن تكون منطقيه ممكن تقبلها بشكل موضوعي، اسباب كتيره جدا ممكن كتير من الجماهير ترفضها، وفي النهايه سيناريو وارد. وخليني اقول كمان مش بس سيناريو وارد، خليني اقول لك انه سيناريو متكرر. انت بتتكلم على فريق في اخر ست نسخ من دوري ابطال افريقيا واصل لخمسه نهائي. لو بصيت لمشوار الاهلي في معظم النسخ دي هتلاقيه دايما يبدا متعثرا في مرحله المجموعات، مش عارف ليه. يمكن بيبقى فيه اريحيه في فكره انه في فرص ثانيه للتعويض، يمكن يبقى فيه اريحيه لفكره انه الاهلي هيلعب على التاهل او ضامن التاهل، ولو ان مفيش حاجه مضمونه في كره القدم. لكن السيناريو اللي حصل امبارح، السيناريو اللي حصل امبارح والماتشات دي، ماتشات اللي هي من نوعيه ماتشات الهلال دي، الاهلي بيظهر فيها بشكل مختلف، شفناها كتير، ممكن اديك عليها امثله كتير في نسخ توج الاهلي فيها باللقب. يعني مش بس وصل المباراه النهائيه، يعني مثلا افتكر معاكم ماتش سيمبا التنزاني، واحد من الماتشات اللي الاهلي ما ظهرش فيها وتلقى هزيمه من فريق ما كناش نعرفه ولا نسمع عنه. يعني اقول الهلال اهو ماشي، الهلال نعرف فريق اسمه الهلال السوداني، صحيح مش فريق بطل وفريق ما بيوصلش للادوار وغالبا بيطلع من دور المجموعات، لكن اديك شفت الهلال وجربت الهلال، فريق مفس عليك من ايه 15 16 سنه، لكن برضه تعرف الهلال السوداني. لكن لما يطلع لك فريق زي سيمبا التنزاني، فريق مجهول الهويه، مفيش كوره في تنزانيا، مفيش بطل من تنزانيا، ويلعب عليك جيم كبير جدا ويكسبك 1-0. مباراة النجم الساحلي في تونس، واحدة من طبعا ايام فايلر النجمة التاسعة اللي انت توجت بيها باغلى القابك القارية على حساب نادي الزمالك، واحد من الماتشات برضو اللي كانت على الرغم من الماتش ده على فكرة لعبنا ماتش كويس، وخصوصا بعد طرد ايمن اشرف. فدايما في مرحلة المجموعات ماتشات كده للنسيان. الاهم من ده واللي انا حاطط عيني عليه النهارده وعايز اتكلم مع حضراتكم فيه هو الماتش اللي جاي، لانه نتيجة ماتش الهلال صعبت جدا من ماتش سان داونز يوم السبت اللي جاي. عندنا ماتش اسوان هنتكلم عليه طبعا، مباراه مهمه جدا، وخصوصا انها المباراه الاخيره قبل ماتش سان داونز. ف يعني معنويا على الاقل جماهير نادي الاهلي نفسها تطمن على فرقتها، لان فرقتها اللي ظهرت في السودان مختلفه تماما عن اللي كانت موجوده في المغرب، يعني شتان 180 درجه. فريق عنده شخصيه، بيواجه فرق كلها ابطال، بيواجه مستويات مختلفه تماما عن الكرة الأفريقية. أقل واحد فيهم الحقيقة أوكلاند سيتي، سياتل ساوندرز، صنفهم زي ما تصنفهم أفضل بكتير جدا من معظم الفرق الأفريقية على كل المستويات، إمكانيات، قيمة تسويقية، خبرات، بطولات، يعني كل حاجة. وبالتالي أنت ظهرت في أربع مباريات متتالية بشكل أكتر من رائع، أكتر من رائع. سيبك من النتائج، النتائج دي لها قصص تانية وحسابات تانية، فيها توفيق وعدم توفيق، فيها تركيز وعدم تركيز، فيها انه لو كان في اسم او اتنين في سكواد الموسم ده كانوا فرقوا معانا جدا في بطوله زي كاس العالم. لكن في النهايه انا بتكلم على التيم ككل، لا ظهرنا بشكل اكتر من رائع. الدروب ده مهم جدا، يبقى استثناء ما يبقاش قاعده. وخصوصا هفكركم برضو بالكلام اللي قلته قبل بدايه مشوارنا في دوري الابطال، فكره الاستنزاف. عارفين كده حتى في العلوم العسكريه في حروب بتبقى نوعيتها اسمها حروب الاستنزاف، اللي هي ما فيهاش مواجهات مباشره، لكن كل طرف بيحاول يستنزف قدرات الطرف اللي قدامه ويرهقه لغايه لما يعني توصل للحظه الحاسمه اللي تنقض فيها وتخلص المعركه. الاهلي اللي بيحصل له شهر فبراير ده هو الاستنزاف، وده الخوف الحقيقه على الفريق، لان انت بتقابل في شهر فبراير في خلال فتره 28 يوم ست ابطال، بطل جنوب افريقيا، واحد من الفرق المحترمه جدا والمرشحه للمنافسه على اللقب، فريق سان داونز،
الهلال السوداني يظل بطل السودان، يعني يظل واحد من الفرقتين التاريخيين في السودان، الهلال والمريخ، فهو بالتالي برضو في شخصية البطل. وخدوا بالكم من أجواء الشحن ما قبل المباراة، ودي لينا وقفة تانية. وريال مدريد وفلامينجو وسياتل وأوكلاند، كل دول قابلوك بشخصية البطل، وكل دول قابلوك بطموح أنه في رغبة في الفوز على الأهلي. ودي واحدة من النقاط اللي لازم أعتقد كمان نتطور فيها، لأنه على هامش المباراة الناحية الفنية في المباراة يعني تخللها أحداث كده بتقول إنه إحنا لازم شوية نبص للنواحي النفسية والمعنوية لفريق النادي الأهلي وكيفية التعامل مع الآخر. دي نقطة مهمة جدا وحاسمة جدا وفاصلة فيما هو قادم، فيما هو آت. ليه بقول لحضرتك كده؟ أنت كفريق كبير، والأهلي بالتأكيد واحد من كبار العالم، مش بس كبار القارة، لم يكن كبير القارة وسيد قارة أفريقيا بالبطولات وبالأرقام. هدفك الأساسي وأنت بتلعب كل مباراة بصرف النظر عن اسم المنافس وطبيعة المنافس وإمكانات المنافس، أنت مش هدفك أنك أنت تتخطى المنافس ده، أنت هدفك كفريق كنادي أنك توصل للقب. القصة من وجهة نظر الآخر مختلفة تماما. فوزه عليك في حد ذاته هدف، قدرته على إثبات إمكاناته وقدرته على إثبات قدرته على التفوق على بطل أبطال أفريقيا، ده هدف في حد ذاته، وده في حد ذاته بيخلق كتير من الدوافع اللي لابد انك انت تتعامل معاها بشكل اكتر احترافيه. عندي كلام كتير على المستوى الفني، وعندي كلام كتير على الطريقه وعلى التشكيل وعلى المستوى اللي تراجع في مباراه الاهلي والهلال، بس قبل ما ادخل في تفاصيل